بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Medical Mycology and Virology Introduction. طبعا هذا الكورس مصمم على أن يكون جزئين، جزء Mycology وهو الفطريات وجزء الفيروسات الفيرولوجي. هذا الانترودكشن تكون عن أو سوف تكون عن الميكولوجي أو الفطريات. أول شيء الأوبجكتيفز، ما هي أهداف هذه المحاضرة؟ أول شيء بعد انتهاء من هذه المحاضرة يكون الطالب قادرا على التعريف مصطلحات اللي تستخدم في الفطريات أو الميكولوجي، able to define terms used in mycology. طبعا can describe basic characteristics of fungi. يستطيع الطالب أن يصف الخصائص الأساسية للفطريات. able to discuss fungal reproduction. قادر على إنه يبحث في آلية تكاثر الفطريات. able to describe mycosis. قادر على وصف الأمراض الفطرية المعروفة بالمايكوسيس. وable to discuss laboratory examination for fungal infection. ويكون الطالب قادرا على إنه يبحث في الفحوصات المخبرية لتحديد الإصابة بالفنجس أو الإصابة الفطرية. Medical mycology is the study of mycosis of man and their etiological agents. إذن تعريف الفطريات أو علم الفطريات الطبي هو دراسة الأمراض الفطرية اللي هي المايكوسيس التي تصيب الإنسان، ومصدر هذه الإصابات اللي هي الإيتيولوجيكال ايجنتس أو العوامل التي تؤدي إلى حدوث هذه الأمراض. It is an integral part of general mycology as well as an important specialty in medicine. طبعا الميديكال مايكولوجي هو جزء من علم الفطريات العام، كذلك هو جزء لا يتجزأ من الطب في طبعا وصف الأمراض الفطرية. Mycoses are diseases caused by fungi. إذن الأمراض التي تسببها الفطريات تسمى mycoses. Fungal invasion of human tissue was recognized in the early 1800s before the science of bacteriology was developed. الأمراض الفطرية والفطريات التي تسبب هذه الأمراض للإنسان تم التعرف عليها في بدايات القرن التاسع عشر في 1800، و طبعا تم الاكتشاف قبل اكتشاف علم البكتيريولوجيا أو اكتشاف البكتيريا التي تسبب الأمراض للإنسان. Mycology. المصطلح mycology مكون من two syllables، من جزئين، mycology. Myco تعني fungus. Myco تعني fungus أي الفطر، وlogy يعني study، دراسة الفنجس. بالتالي mycology هو علم الفطريات أو دراسة علم الفطريات. Definitions. بعض التعريفات. أول شيء mycologist. Mycologist هو the scientist who study fungi، العالم الذي يدرس علم الفطريات أو الذي يدرس الفطريات. Mycology scientific discipline dealing with fungi. Mycology زي ما حكينا هو علم الفطريات، وهو مصطلح علمي له علاقة بالفطريات. Mycosis diseases caused by fungi. إذن الأمراض التي تسببها الفطريات تعرف بالمايكوسيس. مايكوس أي مايسيتس
فانجس. إذا كلمة مايكوس لها علاقة بالمايسيتس وتساوي الفانجس. فانجاي، فانجاي أو فانجاي live everywhere on earth. It's either saprophytic, living on organic matter in water and soil, or parasitic, living on and within animals and plants. Some are harmful, whereas others are beneficial. إذا الفطريات تعيش في كل مكان على الأرض، وحياتها تقتصر إما على حياة رمية saprophytic، تعيش على الأورغانيك ماتر أو المواد العضوية في الماء والتربة طبعا، أو تكون parasitic متطفلة تعيش في الحيوانات أو النباتات. بعضها يسبب الأمراض بيكون harmful، وبعضها بفيد الإنسان وبكون beneficial. Fungi are also live on many materials causing deterioration of leather and spoilage of jams, pickles and food. بالإضافة إلى حياتها حياة رمية أو حياة تطفلية، وبالإضافة إلى أنها بتكون مضرة أو نافعة، الفنجاي بتعيش أو الفطريات بتعيش كذلك على المواد التي تسبب لها التلف، مثلا زي الجلود ممكن أنها تعيش على الجلد، كون الجلد مادة عضوية قد يسبب تلف للجلد، كذلك ممكن أنها تسبب تلف للمربيات الجامز والمخللات البيكلز أو أي طعام تسقط عليه هذه الفطريات. طبعاً beneficial fungi are important in production of cheeses, yogurt, beer, wine and drugs. الفطريات النافعة مهمة جداً في إنتاج الأجبان والألبان والبيرة والخمر وكذلك العقارة أو العقاقير الطبية. Most of the fungi are heterotrophic, aerobic, non-motile and possess cell wall made of chitin. طبعاً معظم الفنجس حياتها بتكون heterotrophic, aerobic أي تحتاج إلى الهواء ومتعددة التغذية، بمعنى آخر لا تمثل ضوئياً، يجب أن يكون هناك المواد مصدر الطاقة كيماوي ومصدر الكربون كيماوي. إذن هي heterotrophic, aerobic وتحتاج إلى الهواء حتى تنمو. Non-motile غير متحرك، لأن ليس لها أي آلية للحركة، وتحتوي على جدار خلوي مصنع من الكيتين. Fungi grow as single cells, the yeast, or as multicellular filament colonies, the molds and mushrooms. إذن الفنجاي أو الفطريات تنمو وتعيش كخلايا منفردة هي الخمائر yeast، أو متعددة الخلايا على شكل خيوط أو مستعمرات خيطية، إما بتكون العفان أو المشروم. Fungi are not photosynthetic، زي ما قلنا الفنجس أو الفطريات لا تمثل ضوئياً، and consequently are restricted to saprophytic or parasitic existence، وبالتالي حياتها مقيدة إما بتكون رمية saprophytic أو parasitic أي طفيلية. الآن لما قلنا الفطريات الفنجاي قد تكون single cells yeast unicellular و budding
وسودو هايفي. إذا البادينج ييست تتكاثر في البرعمة وتشكل ما يعرف بالهايفي الكاذبة اللي هي سودو هايفي، أو قد تكون مولد فيلمنتس فانجاي عفان بتكون فيها هذا الفنجس أو فطر خيطي، هو عبارة عن مالتيسيلولر كلامبس لونجوتيودينال اكستنشن سبورز. إذن تتكاثر عن طريق الاستطالة، هذه الهايفي تستطيل وتذهب إلى مكان مناسب وتنمو، أو عن طريق تكوين السبورات. سابروفايتس، سابروفايتس هي الرميات التي تعيش حياة رمية، تعيش على الأورجانيك ماتر as energy source. إذن هذه الفطريات التي تعيش حياة رمية بتكون المواد العضوية هي مصدر الطاقة عندها. لأن characteristics of fungi vegetative hyphae composed of cells involved in catabolism and growth. إذا خصائص الفطريات، في عنا vegetative hyphae، هذه الخيوط التي تنمو وتتكاثر، طبعا مكونة من خلايا، هذه الخلايا مسؤولة عن الكتابوليزم والأيض ومسؤولة عن النمو. وفي المقابل عندنا reproductive hyphae L، لأن reproductive hyphae هي الهايفي المسؤولة عن التكاثر، composed of cells involved in reproduction produce spores. هذه الهايفي اللي بتكون هوائية aerial مسؤولة عن التكاثر عن طريق إنتاج السبورات أو الأبواب. Fungal classification، كيف يتم تصنيف الفطريات؟ أول شيء هناك أربع مجموعات للترو فانجاي، four groups of true fungi اللي هي الفطريات الحقيقية، تتكون من أربع مجموعات. المجموعة الأولى نسميها zygomycetes. zygomycetes مثل عفن الخبز اللي هو الرازوبس. في عندنا المجموعة الثانية اللي هي basidiomycetes زي البف بولز and common mushrooms اللي هي أمثلة عليها اللي هي المشروم اللي نأكله أو اللي هي الفطر اللي بتاكل. Ascomycetes طبعاً Dutch Elm Disease Rye Smut. طبعاً الAscomycetes مثال عليها اللي هي Dutch Elm Disease، هذا المرض بيكون زي صدأ القمح أو صدأ الأرز. Deuteromycetes اللي هي الفنجاي imperfecti، إذن هذا النوع من أو الجزء الرابع أو المجموعة الرابعة من الفطريات الحقيقية هي ديتروميسيتس، وهي عبارة عن الفطريات غير المكتملة. الآن first three groups is based on their methods of sexual reproduction. تم تصنيف هذه الفطريات المجموعات الثلاثة الأولى اللي هي الزاغوميسيتس البسيديوميسيتس والأسكوميسيتس حسب اللي هي إنتاجها للأبواغ جنسياً، هي إذا تتكاثر جنسياً عن طريق الإنتاج سبورات. المجموعة الرابعة وهي الديتيريوميسيتس اللي هي الفنجاي إمبيرفكتي have no sexual reproduction، بيكون التكاثر فيها غير جنسي. الآن fungi taxonomic classification زي ما قلنا sexual spores والكلاس zygospores zygomycetes. إذن السبورات التي تنتجها هذه المجموعات مثلا zygomycetes ينتج سبورات تسمى بزيغو سبور، البسيديوميسيتس تنتج سبورات تسمى بالبسيديو سبور، الأسكوميسيتس تنتج سبورات تسمى الأسكو سبور.
أما المجموعة الرابعة اللي هي ديتيريوماسيتس أو الفنجاي إمبرفكتي، قلنا لا تنتج سبورات بالطريقة الجنسية. يعني هناك طرق أخرى غير الطرق الجنسية تنتج فيها السبورات، إما لا تنتج سبورات جنسياً أو بطريقة غير معروفة اللي هي الأنون. زاغوماسيتس يعني أسيكتوال فيز سبورانجيوم بريد مولد رازوبس استرينفا. إذن في عنا طور اللاجنسي اللي هو الأسيكتوال سبور تكون سبورانجيوم، هذا السبورانجيوم هو من ما سيكون الآن سبورات. مثال عليه البريد مولد السيكتوال فيز، السيكتوال فيز سبورانجيوم شوت جون فانجاي ليف اون دانج اتشوتس اتس سبورانجيوم او سبورانجيوم اكسبلوسيف towards light or طبعا fly pathogens. اذا هذا النوع من الفنجاي اللي يكون السيكتوال فيز سبورانجيوم، مثال عليه اللي هو بسموه شوتغن فنجاي. شوتغن فنجاي هذا نوع من الفطريات تعيش على مخلفات الحيوانات او رفث الحيوانات، و عندما تنضج السبورانجيوم ينفجر ويتجه نحو الضوء وينشر سبورات. طبعا this type of fungi have been used as agents for bacteriological controls of insects. إذن هذا النوع من الفطريات استخدم ك biological control of insects، هو منظم بيولوجي للحشرات، كونه هذا الباثوجين عندما ينفجر هذه السبورات تقع على الذباب اللي هما الفلاي باثوجينز، وخصوصا على الانتو باثورا نيوكي. طبعا هذه الفطريات تعيش على هذه النوع من الذباب، وبالتالي تسبب لها التهابات وتؤدي الى وفاة او موت هذا النوع من الذباب. لذلك استخدم هذا النوع من الفنجس حتى نسيطر على الذباب. البسيديوماسيتس، البسيديوسبورز أمثل عليه examples اللي هما البلولتس، بوف بولز، سمتس، ستينكون and tooth fungi. إذن البسيديوسبورز بتكون فيها الفطريات ضخمة نوعا ما زي المشروم وغيره، البوف بول اللي هو الكما إذا حد سمع فيه. هذه الأنواع تنتج ما يعرف بالبسيديو سبورز. الأسكوميسيتس، الأسكوميسيتس في عنا two stages، الأسيكتوال فيز اللي هما الكونيديو سبورز زي البنسيليوم والأسبرجيلس والبادينج ييست. إذن الأسكوميسيتس في عنا نوعين اللي هما الأسيكتوال فيز اللي تنتج سبوراتها لا جنسيا عن طريق الكونوديو فورز اللي هما البنسيليوم والأسبرجيلس، الكونوديو فورز الكونوديو سبورز اللي هما سبورات تتكون لا جنسيا، وفي حالة الخمائر بكون التكاثر فيها عن طريق التبرع. لأن السيكشوال فيز الطور الجنسي يكون أمثل عليه المورلز واللايكنز أو الأشنات. Life cycle دورة حياة الفنجاي. طبعا الفنجال reproduces by two way. إذن هناك طريقتين للتكاثر في الفنجاي، في عنا لما قلنا asexual وsexual.
طريقة لا جنسية وطريقة جنسية. لأن التكاثر بالطرق اللا جنسية يكون عن طريق الهايفل فراجمنتيشن، أي هي تقطع للخيوط الفنجاي، وهذه الكل خيط أو كل جزء من هذه الهايفي يكون فنجس جديد، أو عن طريق الأسيكشوال سبورز، تكوين الأسيكشوال سبورز زي الكونيديو سفور أو الأرثوكونيديا أو البلاستوكونيديا أو سبرونجيو سبورز. إذن الأسيكشوال إما بتكون عن طريق تكوين الكونيديو سفور، أو لما كونيديو سفور نوعين الأرثوكونيديا والبلاستوكونيديا، أو عن طريق النوع الثاني وهو الاسبورونجيو سبور. Reduction of fungi قلنا إما بكون sexual أو asexual. Sexual reproduction هي sexual spores بتكون منه سبورات جنسية، أو asexual reproduction بتكون عنه سبورات لا جنسية اللي يسموهم asexual spores. هناك طريقة ثالثة اللي يسموها parasexual reproduction عن طريق genetic exchange، فقط بيكون هناك تبادل في الجينات بين خليتين. life cycle نتحدث الآن عن الكونيديو سبور، spore that is not enclosed in a sac. إذن لما نتحدث عن الكونيديو سبور هي عبارة عن سبورات ولكن لا تكون مغلفة بأكياس. زي ما انتم شايفين في الصورة هاي الكونيديو فور هو حامل الكونيديا، وهذه النقاط او الكرات الصغيرة هي الكونيديا او السبورات. الارثرو كونيديا form fragmentation of hyphae into single thick cells. اذا الارثرو كونيديا هي عندما تتقطع الهايفي الى قطع الى فراجمنتس، هذه الفراجمنتس بتكون عباره عن خلايا منفرده لها جدار او مغلف سميك، هذا بتحول الى ارثوكونيديا. بلاستوكونيديا، البلاستوكونيديا هي buds coming from parent cells. إذن البلاستوكونيديا عبارة عن برعم يخرج من الخلية الأم. في عنا الكلاميديو كونيديوم هي a variant which spore form by thickening and enlargement within a hyphae. إذن الكلاميديو كونيديوم هي عبارة عن سبور تتكون من تثخين وتضخم لداخل الهايفي زي ما انتم شايفين بالصورة. هذه الان البلاستو كونيديا موجودة، هي تضخم للخلايا وتكون جدار سميك لها داخل اللي هي الهايفي. سبرونجيو سبور، سبرونجيو سبور هي سبورات تتكون ولكن بتكون مغلفة بكيس أكياس. سبور form inside sporangium sacs at the end of the sporangiophore. إذن لما نتحدث عن سبرونجيو سبورز هي سبورات تتكون داخل أكياس زي ما انتم شايفين في الصوره. الاسيكشوال سبورز، الاسيكشوال سبورز تكون بعده اسماء، في عندنا الكونيديو سبورز، كلاميديو سبورز، سبرونجيو سبورز، بلاستو سبورز و
الأرثوسبورز، كل هذه تتكون لا جنسيا ولكن حسب وضعها، زي ما قلنا إذا كانت داخل أكياس ولا خارج أكياس ولا fragmentation of hyphae إلى آخره. Asexual spores continued. Conidio spore. The conidio spore here, multiple chain of single spores formed at the end of an aerial hyphae. إذن إذا كانت هذه الكونيديو سبور عبارة عن سلسلة من الخلايا المنفصلة، هي single spores، سبورات منفصلة تتكون في نهاية الأريال هايفي، هي الهايفي الهوائية، طبعا not enclosed within a sac، ما بتكون مغلفة بأكياس. وأمثلة على الفنجس اللي بيكون هذا النوع من سبورات اللي هما الأسبرجيلس سبيشيز والبنسيليوم سبيشيز، هذول بيكونوا كونيديو سبور. وهذه صورة للكونيديوم والأسبرجيلس بالتحديد اللي بيكون السبورة. طبعا هذه الكرات الصغيرة اللي انتم شايفينها كلها هذه اللي هي الكونيديو سبور. طبعا هذه صورة للأسبرجيلس وهذه صورة برضو للأسبرجيلس. Conidial fungus طبعا reproduces by means of asexual spores called conidia. Conidia vary greatly in shape, size and color. Most of the common household molds are mildews are conidial fungi. طبعا الكونيديال فنجس اللي هي الفطريات التي تتكاثر عن طريق السبورات او تكوين سبورات لا جنسيا نسميها الكونيديا. طبعا هي تتكاثر عن طريق تكوين السبورات لا جنسيا، وهذه السبورات التي تكونت لا جنسيا نسميها كونيديا. الكونيديا vary greatly in shape, size and color. اذا حسب نوع الفطر اللي كون الكونيديا بيختلف بالحجم الشكل واللون. معظم الأعفان الموجودة في البيوت يسموهم household molds، وكلها هذه بتكون سبوراتها غير جنسيا وتعرف كلها بالكونيديال فانجا. العفن الأسود الموجود في الحمامات، الأعفان الموجودة على الخبز، هذه كلها تسموها household molds. Asexual spores continued. Another type of conidiophore تسموه plastospore. Plastospore هي a bud coming off the parent cell زي الكانديدا البيكنز. إذن البلاستوسبور هي عبارة عن برعم يخرج من الخلية الأم زي في حالة الكانديدا البيكنز. كانديدا البيكنز هي نوع من أنواع الخمائر اللي يسبب أمراض. لان كلاميديوسبور، الكلاميديوسبور formed within a hyphae. إذن الكلاميديوسبور تختلف عن الكونيديا وتختلف عن البلاستوسبور كونها تتكون داخل الهايفي. طبعا الهايفي هي بتكون خيطان او ثريد لايك بتتكون داخلها. طبعا بتكون اول شيء ثيك وولد سبور، هذه الثيك وولد سبور داخل الهايفي بتكون تدخين للجدار وتصبح مقاومه ل العوامل الجوية والحرارة إلى آخره. برضو الكانديدا البيكنز مثال عليها. لان الكلاميديوسبورز، the chlamydiospore is a method of producing a substantial resting spore very quickly. طبعا
إذا الظروف لهذا الفنجس تغيرت بشكل مفاجئ فبلجأ لتكوين السبورات بهذه الطريقة، طريقة تكوين الكلاميديا سبور، وهي thickening of the cell wall of a cell طبعا داخل الهايفي، وهي طريقة سريعة جدا لتكوين السبورات حتى يقاوم الظروف اللي دخل فيها. Nutrients is shunted from adjacent cells into a preformed cell and it swells up. Converts nutrient materials to oil droplets for efficient storage. إذن كيف تتكون هذه السبورات بسرعة؟ إنه المواد الغذائية تنتقل من الخلايا المجاورة إلى هذه الخلية اللي بتصبح الآن كلاميديوسبور، ثم تزيد الحجم swells up تنتفخ وتحول المواد الغذائية إلى زيوت. هذه الزيوت بتكون أو تحويلها إلى زيوت بتكون طريقة كفؤة أو مناسبة للتخزين. Then round off with a thick, often roughened outer wall for protection. نعم، بعد ما تنتقل المواد الغذائية من الخلايا المجاورة إلى هذه الخلية، وهذه الخلية طبعا تنتفخ وتتحول المواد إلى زيوت داخل الخلايا، بتكون الآن جدار سميك لهذه الخلية حتى يحميها من عوامل البيئية. Asexual spores، في عنا النوع الثالث وهو Sporangiospore. لما قلنا Sporangiospore هي سبورات تتكون داخل أكياس. Hundreds formed within a sac. مئات من هذه السبورات تتكون داخل كيس sac أو بسموه Sporangium. At the end of an aerial hyphae. احنا قلنا الهايفي نوعين، surface hyphae هذه الفيجيتاتيف اللي بتتكاثر اللي بتنقسم، والاريال هايفي او الهايفي الهوائيه اللي بتكون بتكون السبورات. طبعا في عندنا انواع اللي هم الرازوبوس سبيشيز، النيوكر سبيشيز، والابسيديا سبيشيز. هذه الانواع من الفطريات بتكون سبوراتها داخل الاكياس عن طريق السبورانجيو سبور. طبعا هذه صورة ل سبورانجيو سبور او السبوريليشن سبورانجيو سبورز. اول شيء السبورز which develop within a sac، الساك نسميناه سبورانجيوم، at the hyphal tip. اذا لاحظتوا بالصورة هذه الاريا الهايفي في اخر الهايفي موجود اللي هو هذه الكرة أو هي عبارة عن كيس أو ساك سبورانجيوم، داخله بتكون اللي هو مئات من السبورانجيو سبورز. طبعا types of sexual spores اللي شايفين في الصورة، في عنا الأربع أنواع اللي حكينا عنهم، إما كلاميديو سبور أو كلاميديو سبور أو أسكو سبور أو سبورانجيو سبور أو بسيديو سبور. وهذه برضو كمان صور للأنواع المختلفة من السبورات وكيفية تكونها. طبعا الآن نجي على السكشوال سبورز. السكشوال سبورز لها برضو عدة أسماء حسب تكونها، في عندنا زايغوسبور، الأسكوسبور، البسيديوسبور، والأوسبور. هناك أربع أنواع. طبعاً نتحدث عن سيكتشوال سبور، هي عبارة الآن عن اندماج خليتين مع بعضهم البعض واختلاط للمادة الوراثية. في الأسيكتشوال سبورز لاحظنا أنه هناك ما في أو لا يوجد اندماج لخلايا، وإنما الخلية لوحدها تكون thick cell wall وتتحول إلى spore. أما في حالة structural spores
لابد من اندماج خليتين مع بعضهم البعض واختلاط للمادة الوراثية. لان sexual spores they have three stages، هناك ثلاث مراحل لتكوين السبورات الجنسية. أول شيء في عندي البلازموغامي a haploid nucleus of donor cells، اندماج للبلازما لخليتين مع بعضهم البعض، طبعا هذول الخليتين بيكونوا هابلويد. وفي عنا الكاريوغامي، الكاريوغامي هي اندماج للانويه nuclei fuse to form a diploid zygote. اذا المرحله الاولى هي اندماج الخليتين مع بعضهم البعض واندماج البلازما او السيتوبلازم سميناها بلازموغامي. لان بعد ما يندمج او تندمج الخليتين، النواتين الموجودات في هذه الخلايا برضو تندمج مع بعضها البعض وبتكون عندي ديبلويد زايغوت، اذا ضعف الماده الوراثيه. بعد ذلك تنقسم الخليه انقسام المايوسيس دي ديبلويد نيوكليوس جيف رايز تو هابلويد نيوكليي هي سيكشوال سبورز جينيتيك ريكومبيننت. لان بعد ما تندمج اول خطوه هي اول مرحله هي اندماج السيتوبلازم، المرحله الثانيه اندماج الانويه واختلاط الماده الوراثيه، ثم هذا الزايغوت اللي يتكون ينقسم انقسام منسق اللي هو المايوسيس وينتج اللي هي هابلويد نيوكليي او اللي هو سيكشوال سبورز، بعد ما يكون هناك خلط للماده الوراثيه اللي هي جينيتيك ريكومبينيشن. طبعا هذه هي الان المراحل الثلاثه، كما قلنا عندنا اول مرحله اللي هي البلازموغامي، المرحله الثانيه اللي هي الكاريوغامي، ثم مرحله المايوسيس، ثم تخرج السبورات. الآن هذه مقارنة ما بين sexual spores على الشمال و asexual reproduction على اليمين. إذا لاحظنا هناك خطوات، طبعا spores are released from the sporangium و sporangium بمعنى آخر إنه الأبواغ أو ما يعرف بالسبورات التي تتكون داخل الأكياس ممكن تتكون سيكشوالي أو أسيكشوالي، إما بطريقة جنسية أو بطريقة غير جنسية. ولكن بالأخير طبعاً بالطريقة الجنسية قلنا لازم يكون في عنا البلازموغامي وهي خطوة ستة، والزايغو اللي هي الكاريوغامي خطوة 8، وطبعا بعد ذلك بيجي عملية الانقسام اللي هو المنسق. وهذه صور برضو كمان للسبورات الموجودة طبعا على السبورنجيوم. نجي الآن على الأمراض اللي هما ما يعرف بالمايكوسيس. طبعا المايكوسيس مرض اللي بيسببه الفطريات. في هنا عندنا خمس انواع من الامراض اللي بيسببها الفطريات. في عندنا سوبرفيشال، كوتينيوس، سب كوتينيوس، ترو سيستميك او انديميك، وفي عندنا الاوبورتونيستيك. اول شيء السوبرفيشال اللي هو الالتهابات السطحيه، طبعا هذه تصيب الجلد والشعر والكورنيا اللي هي عدسة العين. الكوتينيوس هما ما يعرف بالدرماتوفايتس اللي بتصيب الطبقة الحية من الجلد. السب كوتينيوس هي ما تحت الطبقة الحية للجلد. الترو سيستماتيك اللي هي بيكون الالتهاب في داخلي انديميك
في داخل جسم الإنسان. والأوبورتونيستيك هي الالتهابات اللي بيسموها اللهم صل على سيدنا محمد الانتهازية. إذا يعني لما يكون في عنده ضعف في مناعة الإنسان أو ضعف في المناعة بشكل عام، بعض الفطريات تنتهز هذه الفرصة وتسبب الأمراض. زايغوميكوسيس. الزايغوميكوسيس هي disease caused by fungi that are classified as zygomycetes. إذن هذه الالتهابات بتسببها الفطريات اللي صنفناها تحت تصنيف زايغوميسيتس، زي ميوكوميكوسيس، أوردا ميوكوراليس، أو إنتو موثو موراكوسيس، أو أوردا إنتو فاثولوسيس. طبعاً الزايغوميكوسيس continued presents as a spectrum of disease. طبعاً بيكون على شكل من الأمراض المتنوعة أو طيف من الأمراض depending on the portal of entry. بيعتمد على من أين دخل هذا الفطر إلى جسم الإنسان. And the predisposing risk factors of the patient. ومش بس بيعتمد على المنطقة اللي دخل منها الفنجس، ولكن بيعتمد على عدة أو عوامل المخاطر اللي يكون فيها الإنسان في ذلك الوقت. في عنا الراينو سيريبرال زايغوميكوسيس، pulmonary zygomycosis, gastrointestinal zygomycosis, cutaneous zygomycosis, disseminated zygomycosis. لان الراينوسيريبرال هو بيكون البورتال اوف انتري او المنطقه اللي دخل منها هو الانف. البلمونري هي الرئه. الجاسترونتستينال المعده و الأمعاء. cutaneous الجلد. disseminated بكون الانتشار من جميع المناطق. طبعا هذه الصورة أو سلايد تمثل التهاب لما أنتم شايفين في وجه هذه السيدة، والصورة اللي بجنبها اللي هي مسح على الفطر. طبعاً material from the preorbital tissue of a woman with poorly controlled diabetes mellitus with facial and preorbital swelling due to zygomycosis. طبعاً هذه المرأة عندها مشكلة في السكري، وهذا السكري غير مسيطر عليه، وبالتالي سبب التهابات فطرية من نوع زايغوميكوسيس. طبعا لما صبغنا أخذنا العينة وصبغناها بأسيد شفنر ستين وكبرناها بالميكروسكوب على 560 مرة، إذا بنلاحظ كيف شكل the classic appearance of a regularly shaped broad hyphae with right angle branching. إنه هذا الفطر له خصائص، إنه الهايفي تبعه بتكون عريضة والتفرعات بتكون على شكل زاوية قائمة. طبعاً laboratory diagnosis of fungal infection. كيف يتم تشخيص الفطريات في المختبر؟ طبعاً أول شيء بدنا specimen collection and transport. يجب أخذ العينة ونقلها إلى المختبر، ثم إجراء بعض العمليات على هذه العينة يسموها specimen processing. في عندي direct examination هي الفحص المباشر
انه نضع هذه العينة على شريحة ومشاهدتها تحت الميكروسكوب مباشرة حتى نشاهد الفنجس، او selection and inoculation of culture medium. والطريقة الثانية اللي هي بعد ما نشوفها بالميكروسكوب انه نختار اجزاء من هذا الفنجس ونزرعه على اوساط غذائية محددة، واخر شيء نقوم بعملية الايدنتيفيكيشن عن طريق اجراء بعض الفحوصات الكيميائية. الان laboratory diagnosis of mycosis قلنا direct microscopic examination culture وبعدين serology. direct examination initial observation in the study of fungus isolation, appearance of growth, rate of growth, colony pigmentation, growth on media containing antifungal agents, واخر شيء dimorphic fungi. اذا اول شيء لمشاهده او معرفه الفنجل انفكشن، اول شيء شكل النمو appearance of growth, rate of growth سرعه النمو، colony pigmentations هل هذه المستعمرات فيها صبغات او تنتج صبغات محدده، growth in media containing antifungal agents هل تستطيع هذا الفنجس النمو على وسط غذائي يحتوي على مضاد للفنجس، واخر شيء اللي هي الدايمورفيك فانجاي. الدايمورفيك فانجاي هي عباره عن انواع من الفطريات بتغير شكلها حسب درجه الحراره، اذا كان درجه الحراره روم تمبريتشر بتكون هايفي او مايسيليا، على درجه حراره 37 بتكون يست فوم على شكل خمائر. طبعا appearance of the growth surface and reverse surface of colony were observed delicate or hair like hyphae. اذا appearance of the growth اللي هي شكل الكولوني وعلى شكل الريفيرس سيرفيس اللي هو اسفل الصحن، وبرضه اللي هي مشاهده الهير لايك هايفي اللي هي الهايفي اللي على زي شكل الشعر الموجود على النمو. ريت اوف جروث طبعا حسب نوع الفنجاي بياخذ وقت لانه مثلا سابروفايتس بدهم من 3 لـ5 ايام اللي هي الفطريات الروميه اللي بتعيش حياه روميه بدها من 3 لـ5 ايام. الدايمورفيك فنجاي يحتاج الى 10 ايام او اكثر للنمو. الدرماتوفايتس اللي هم الفطريات اللي بتسبب التهابات جلديه بدها 14 يوم او اكثر للنمو. colony pigmentation طبعا كل نوع من انواع الفطريات بيطلع نوع معين من الصبغات. الان growth on media containing antifungal agents most strains of the dimorphic fungi can grow most strains of rapidly growing saprophytes are inhibited. اذا الدايمورفيك فنجاي بإمكانها تعيش على وسط غذائي يحتوي على مضاد للفنجس أو مضاد للفطريات، أما الفنجاي اللي بتعيش حياة رمية اللي هم السابروفايت بيكونوا inhibited أو بيكون تثبيط للنمو. الدايمورفيك جروث زي ما قلنا مولدز form the environmental and infective form ambient at room temperature من 22 ل 25 بتكون على شكل مولد او عفن او خيوط، وبتكون yeast form اللي هي invasive form near body temperature 30 ل 35. اذا على درجه حراره الغرفه من 22 ل 25
بتكون عايشة خيوط يسموها مايسينيا. أما داخل الجسم أو ما يعرف بالإنفيسيف فوم بتكون على شكل ييست على درجة حرارة 30 ل 35. لان terms useful for examination of fungi، هذه المصطلحات بتكون مفيدة في تشخيص أو فحوصات الفطريات. أول شيء اللي هي هايفا and pseudo hyphae. الفرق بين الهايفي والسودو هايفي إنه الهايفي هي الترو هايفي عبارة عن ملتي سيلولر فيليمنتس، خيوط بتكون متعددة الخلايا. أما السودو هايفي أو الهايفي الكاذبة بتكون عن بتكون خلايا منفصلة ولكن متصلة مع بعضها البعض زي المسبح زي السلسلة. المايسيليوم طبعا هي مجموعة من الهايفي. الهايفي مفرد، لما هذه الهايفي تنمو تتداخل مع بعضها البعض بنسميها مايسيليوم. طبعا سيبتيتد اور اسيبتيتد اور كوانسيتيك هايفي. طبعا بعض الهايفي هذه الخيوط بيكون هناك حواجز بين الخلايا نسميها سبتيتد. السبتة هو حاجز، فهناك حواجز بين الخلايا. الاسبتيتد لا يكون هناك حواجز، وإنما هذا الخيط يكون زي التيوب مفتوح على بعض البعض، والفنجاي الأنوية لهذه الخلايا متداخلة مع بعضها البعض سموها الكو انوسيتيك هايف. البيليتاتيف مايسيليوم هي المايسيليوم أو الخيوط اللي بتكون على السطح ومسؤولة عن نمو الفنجس. الأريال مايسيليوم هي الخيوط أو الهايفي اللي بتكون هوائية، وهذه مسؤولة عن بعضها يتحول إلى الريبرودكتيف مايسيليوم مسؤولة عن إنتاج السبورات. وهذه أنواع مختلفة للفطريات. في عندي من الشمال على اليمين في عندي الرايزوباس النيوكر، الرايزو النيوكر، الابسيديا، الايبو فاسوميس، و السكنيسا، و كونينغام ميلا، والباسيديو باسيلا، والكوميديو بونس. هذول أنواع مختلفة من الفنجاي. طبعاً في عندنا characteristics of some pathogenic fungi، صفات أو خصائص الفنجاي اللي بيكون أو يسبب أمراض. في عندنا الفايلم والgrowth characteristics، asexual spore type، human pathogen، habitat، type of mycosis، و clinical notes. طبعا عندنا أول شيء الزاغوميكوتا والأسكوميكوتا، هذول التو فايلا اللي بسببوا أمراض. أول شيء growth characteristics، بنلاحظ أنه الزاغوميكوتا في non-septated hyphae، معنى آخر الهايفي كلها مفتوحة على بعضها البعض. الاسكتوال تايبس بكونوا لسفورنجيو سبورز، بمعنى آخر هذه السبورات تكون داخل أكياس. الهيومن باثوجينز لما الرايزوباس والنيوكر. الهابيتات يوبكتوس، يوبكتوس بمعنى آخر واسعة الانتشار. تايب اوف مايكوسيس اللي هو سيستميك انه بدخل داخل الجسم. طبعا هذول الاثنتين هما يعتبروا من الاوبورتونيستيك باثوجينز، يعني لازم ان يكون هناك ضعف في المناعه حتى يتكون المرض. الاسكو مايكوتا طبعا هما دايمورفيك، بمعنى اخر بيكونوا at room temperature mold like، وعلى درجه حراره الجسم بيكونوا yeast like. بيكونوا كونيديا سبورات بمعنى آخر غير محاطة
أكياس الأنواع اللي بتسبب أمراض الإنسان اللي هي زي الأسبرجيلس بلاستوماسيت درماتيتايتس طبعا الهابيتات الأسبرجيلس واسع الانتشار أما بالنسبة للبلاستوماسيت النون بمعنى آخر مش معروف الهابيتات الهيستوبلازما موجودة في التربة و السبتيتد هايفي سترونج افينيتي فور كاروتين في عندنا هما دايمورفيك قلنا وهما سبتيتد معنى آخر انه الخلايا الموجودة في الهايفي عليها حواجز وتكون عن طريق الكونيديا او عن طريق الارثو كونيديا يعني باخر الكونيديا بتكون مكونة على نهايات الكونيديوفور أو بتكون thickening of the hype طبعا موجودة في التربة طبعا كلهم بيكونوا systemic ما عدا اللي هو الماكروسبارم بيكون cutaneous والترايكوفايتم بيكون cutaneous infection طبعا طريقة العدوى بهذه ممكن يكون عن طريق الانهيليشن الاستنشاق معظمها يعني عن طريق الاستنشاق زي البلاستوماسيت والهيستوبلازما هذول عن طريق الاستنشاق أما الماكروسبوريوم يكون عن طريق اللي هي الاتصال ما بين التلامس الكوتينيوس يعني لأنه جلدي فبتلاقي إنه شخص بيلمس شخص آخر ويكون عندي أنواع مختلفة من الأمراض ممكن يكون تينيا كابيتس أو رينج ورم كابيتس اللي هي بتكون على الشعر فهذا بتنتقل عند الحلاقين أكثر إشي إذا شخص حلق وعنده هذا الفطر ونستخدمه نفس الآلة لشخص آخر فممكن ينتقل من شخص إلى شخص برضو الأرثرو كونيديا اللي هي تراكو فايتم موجودة في تربة موجودة على الحيوانات وبتسبب الكيوتينيس وتينيا فيدس اللي هي بتسبب ما يعرف بالقدم الرياضي في عنا الأنواع الثانية اللي هي الأنامورفس طبعاً سبتيتد هايفي وفي عنا دايمورفيك وفي عنا ييست لايك سودو هايفي وفي عنا يوني سيلينا طبعاً معظمهم بيعيشوا في التربة و الييست لايك طبعاً سودو هايفي اللي هما الكلاميدو كونيديا و كانديدا ألبيكنز هاي الكانديدا ألبيكنز فقط متخصصة في الإنسان لا تصيب إلا الإنسان يعني موجودة عند الهيومن وتعتبر جزء من النورمال فلورا للإنسان وتسبب أمراض إما كيوتينيوس جلدية أو سيستميك أو ميوكو كيوتينيوس اللي هي الأنسجة المخاطية وتعتبر من أوبورتونيتيك باثوجين في عندي اليونوسيلولر اللي هي نيوموس سايتس يوبيكتوس منتشرة في جميع المناطق وسيستميك وتعتبر أوبورتونيستيك باثوجين الباسيديو مايكوبتا طبعا بتتكاثر عن طريق الكونيديا وبتسبب سيستميك ميوكوسيس وعن طريق الاستنشاق في عنا النوع الأخير وهو الماليسيزيا طبعا human skin موجودة على الإنسان وتكون بسبب التهابات جلدية ومسؤولة عن الداندروف اللي هو قشرة الشعر ويعطيكم العافية.